في أبراج متخصصة ومتمرسة فيما يسمى بفن المراقبة، تصل أحيانا لدرجة إن إحنا نقدر نقول عليها جهاز مخابرات سري، وفي أبراج ما عندهاش الملكة دي بصراحة، وفي أبراج تانية ما عندهاش الصبر لكده. طيب ليه التوهان ده أو نتوه نفسنا ليه؟ تعالوا ندخل في موضوع حلقتنا ونفهم الموضوع ده بشكل أكبر. قلتش عليكم سريعا، لو أنت جديد عرفنا بنفسك عشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متواصلين مع بعض، وأنا سايب في وصف الفيديو روابط قنواتنا الأخرى اللي حابب إن هو يشترك فيها. ويلا بقى ندوس اللايك التشجيع اللي تعودنا عليه منكم بدعمكم عشان ندعم القناة والفيديو، يلا بينا. معانا في الحلقة دي 6 أبراج بس، من السادس لحد متصدر الترتيب، طبعا بالشكل اللي انتوا قلتوا عليه في المنتدى. الحلقة دي أخدت أعلى تصويت في المنتدى، وعشان الناس اللي بتسأل ازاي تروح المنتدى، كل اللي عليك ادخل على القناة، الشريط اللي هو باللون البني فوق ده اسحبه لليمين كده هيظهر قدامك المنتدى أو قسم المنتدى، ادخل عليه. أكيد انت مش محظوظ لو وقعت في ايد احد الابراج دي، او لو كان الطرف الاخر من الابراج دي، لان انت يعني بسهولة كده نقدر نقول هيتعمل لك فحص شامل وتكتيك قوي جدا سري مخابرات. بقى في البداية كده عشان ما نطولش عليكم سريعا، في المركز السادس حد يتوقعه؟ توقعوا معايا كده، عارفين طبعا بيعجبني دايما ذكائكم في التوقعات. معانا في المركز السادس واحد من الابراج اللي بتركز في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، وبتدقق في كل حاجة، في كل حاجة بمعنى كلمة كل حاجة، وكمان عنده نوع من أنواع حب الامتلاك، فما تستبعدش أبدا إن هو يكون عامل لك كاميرات مراقبة في كل مكان وكل خطوة أنت بتخطوها في حياتك، ألا وهو برج الجدي الترابي. برج الجدي رغم ان هو ممكن الجدي الترابي رغم ان هو ممكن يكون ما بيبانش عليه الصفة دي بشكل ملفت قوي، ولكن هو من الابراج اللي ما بتحبش اي حاجة تبقى غايبة عنها، وما بتحبش اي حاجة تعدي من تحت ايديها. ما نطولش كده بقى وناخد برج اقوى منه في النقطة دي شوية، وهو البرج اللي في المركز الخامس، وتوقعوا معايا كده. في المركز الخامس طبيعته النارية المسيطرة عليه بشكل كبير قوي، وشعوره دوما ان هو ملك متوج او انها ملكة متوجة لو كانت الانثى، هو برج الاسد الناري. برج الاسد الناري اللي ممكن يخليه يجي في المركز الخامس معانا وما يجيش مثلا في الاول او الثاني او حتى المركز الثالث، هو انه ما عندوش صبر شوية في الموضوع ده، او من اقل الابراج صبرا على مراقبتك، ولكنه متمرس جدا في النقطة دي. ولكن المراقبة اللي بتبقى عند برج الأسد شعوره زي ما قلنا ان هو شعوره ان هو ملك، وبما ان هو بيشعر ان هو ملك فبالنسبة له لازم يكون ملم بكل حاجة عنك، وبيعتبر ان ده شيء أساسي ومكمل لشخصيته، انطلاقا من فكرة ان الملك لازم يكون عارف كل ما يحيط بي. إذا كان برج الجدي والأسد صعبين جدا في الموضوع ده، فما بالكم بالبرج اللي معانا في المركز الرابع اللي أقوى منهم وأقدر على التمرس في النقطة دي. تتوقعوا مين يكون معانا في المركز الرابع؟ تعالوا بينا نتعرف عليه. ذكاؤه الغير اعتيادي والملفت جدا، وعدم ثقته في أي حد تقريبا، وصعب جدا إن أنت تنال الثقة دي. أكيد هيتربع على عرش المركز الرابع معانا برج العقرب المائي، سواء راجل سواء ست، دايما بركز على الجملة دي عشان نفهم إن الكلام للطرفين. العقرب مراقبته وتمرسه في المراقبة أضف على ذلك ما يتمتع به من إمكانيات لسه قايلين بعضها دلوقتي، يجعله برج متمرس جدا في النقطة دي ويتخاف منه قوي. العقرب في النقطة دي أيضا داهية من الدواهي. قدرته على انتهاج الطرق الغير مباشرة، قدرته على ان هو يعيشك على فكرة في الوهم لفترة كبيرة قوي ومن غير ما تشعر بأي حاجة، ده كله بيساعد برج العقرب ان هو يراقبك تقريبا بشكل شبه كامل وانت مش واخد بالك من أي حاجة. بدأنا نخاف صح من الأبراج دي.
طيب ما بالك بقى بالبرج اللي في المركز الثالث معانا، اللي مؤكد أقوى من الأبراج دي كلها في النقطة دي، حد توقعه؟ من أكتر الأبراج صبرا وتمرسا في الموضوع ده، موسوعة شاملة وكاملة عنك بالذات لو اهتم بيك، وهو برج العذراء الترابي. العذراء في المركز الثالث في الموضوع ده وبجدارة، وانا عايز اقول لكم ان الابراج دي كلها تقريبا قريبة من بعضها في الترتيب. الست ابراج دي كلها يطلق عليها ابراج مخابرات زي ما احنا كاتبين في عنوان الحلقة. واضف على ذكائه ما يتمتع به من قوة ملفتة في سرعة الادراك والذكاء بشكل عام، وحدسه القوي الذي لا يقاوم، حدس برج العذراء الذي لا يقاوم، أكيد كل ده هيؤهله إن هو يكون برج مراقب ومن الدرجة الأولى. وعشان نوضح أكتر، عايزك تتخيل برج العذراء ده سواء راجل سواء أنثى كده، أنت بتتعامل مع جهاز كمبيوتر، جهاز كمبيوتر ملم بكل المعلومات اللي تخصك العذراء بالذات. يا ويلك بقى لو انت كنت تهم برج العذراء وبيراقبك، اعرف ان هو عارف عنك اللي انت ما تعرفوش عن نفسك حتى. اذا كان ده حال البرج اللي في المركز السادس والخامس والرابع والثالث، فما بالكم بقى باللي في المركز الثاني ومتصدر الترتيب اللي في المركز الاول. توقعوا معايا، انا عادة عندي بحب دايما ان انا اشارككم وبيعجبني ذكائكم. توقعوا معايا مين في الثاني ومين في الاول، وندي فرصة بقى نقول اللي نسي، مش هنقول اللي كسل، يدعم الفيديو ده بلايك، يدعمه بلايك لو بيحب القناة طبعا هيدعمه بلايك، اكيد مش هيستنى ان انا اقوله. ويلا بينا بقى نتعرف على البرج اللي في المركز الثاني. فضوله الكبير وشكه، شكه الغير عادي، بل يجوز ان احنا نقول غير اعتيادي، وحدسه ايضا اللي في منتهى منتهى القمة. ومن غير ما نتكلم كتير، اكيد برج السرطان المائي هيتربع على عرش المركز الثاني في موضوع حلقتنا دي. باختصار كده عشان ما نتكلمش كتير، هنقول ايه اللي يخلي برج السرطان يجي في المركز الثاني في موضوع حلقة زي دي، هو انه يعتبر من اعلى الابراج في مسألة الشك دي، وكمان ذاكرته الفولاذية. اضف على ذلك ان هو برج بيتمتع ايضا بنسبة كبيرة من الفضول. اعتقد الصفات دي كافية جدا ان هي توضح لك ليه برج السرطان بيجي معانا في المركز الثاني. ويلا بينا بقى عشان ما نطولش عليكم نتعرف على متصدر الترتيب في الحلقة دي. توقعوا معايا، يلا بينا. رتم حياته السريع جدا يكاد يكون اسرع رتم في الابراج اللي احنا ذكرناها دي كلها، وذكاؤه الملفت جدا جدا بدرجة غير معقولة، وان هو برج فضولي من الدرجة الاولى، وقدرته على المراوغة والتجدد وايضا التمرد سواء راجل سواء ست، هيخليه يتصدر القائمة وبمنتهى منتهى الجدارة. اكيد طبعا احنا بنقصد برج الجوزاء الهوائي. الجوزاء هو اقدر الابراج كلها على المراقبة والتمرس في المراقبة، وان هو جهاز مخابرات شامل وكامل ومتكامل. باختصار كده بعد اللي احنا قلناه ده، نقدر كمان نقولك ايه اللي يجيب برج الجوزاء في المركز الاول. شايف الصفات اللي احنا قلناها في كل الابراج اللي جات معاه في الحلقة دي، هو تقريبا ألمها كلها في الشخصية بتاعته. طبعا في النهاية أتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم وتكون أفادتكم. الحلقة دي جديدة خالص، محدش اتكلم عنها قبل كده، ولكن مادام اخترتوها في المنتدى كان لازم طبعا إن احنا نعملها. ما تنسوش إن انتوا تكتبولي آرائكم، أنا بقرا تقريبا كل التعليقات بتاعتكم وبتقبلها أيا كانت، وعرفت عدد كبير قوي وعن نفسي ده بيسعدني قوي، وحفظتهم بالاسم كده، وتقريبا ما عدناش نقدر ان احنا نستغنى عن بعض. يعني بعد كل فيديو انا بنتظرهم شخصيا، واكيد هم كمان بيكونوا منتظرين حلقاتي. فعرفوني بنفسكم طبعا، اكيد حابب ان انا اعرف اكتر واكتر يعني. وكمان اخر مرة كده خلينا نقول ادعم بلايك يا عمي، يلي نسيت بلاش نقول نكسل او نقول ان انت بخيل. ويلا بينا بقى على المنتدى عشان تختاروا معايا حلقة بكرة اللي هي حلقة يوم السبت. هتوحشوني.
يعني. وكمان اخر مره كده خلينا نقول ادعم بلايك يا عمي، قال لي نسيت بلاش نقول نكسل او نقول ان انت بخيل، ويلا بينا بقى على المنتدى عشان تختاروا معايا حلقه بكره اللي هي حلقه يوم السبت، هتوحشوني.